صدقيني يا ماما كنا جايين لعندك. لا مطيع ما قدر، راح على حرستا مشان يشتري سيارة. إلكن حاكم السيارة صارت أهم من الأكل والشرب هالأيام. طبعا مو مثل الأول، بالأول كان الغني بس هو اللي يشتري سيارة، بينما هلا مين من كان صار عنده سيارة، الخضري، الفران، اللحام، حتى الشحاد. لا مش حد بسيارته ورا دركسيونه. إلا الموظف بدل سيارة عنده طيارة. لا طيارة على رقبته بأول الدوام وطيارة على قفاه بآخر الدوام. اليوم لا عملت فاصوليا ورز. تسلمي ماما. خلص أول ما بيجي مطيع بيجي أنا وياه لعندك. إيه بدك شي؟ طيب طيب يلا مع السلامة. سيارتي بسيارتي بزورك يا ماما بعد العشية. يا أهلين وسهلين أستاذ مطيع. أهلين فيك أبو العز. هات كاسة شاي يا شكري. حاضر معلم. إيه أستاذ مطيع، أنا من وقت قلت لي إنه بدك سيارة كبيرة توسع العيلة وبيت حمار ظلت الشغلة ببالي، حتى توقعت لك على سيارة لقطة. كتر خيرك يا أبو العز، أنت أبوها. ولو أنت صاحبي بدي بيض وشي معك. الله يخليك، وشك ابيض على طول. تسلم. وشو موديل السياره يا ترى؟ يا سيدي هلا بتشوفها. شغله ما بفوت بالعقل بنوب. ليش؟ يعني شلون صاحبها سخيان يبيعها ما بعرف. طيب ممكن اشوفها وينها؟ ولو تفضل. شوف يا شوف يا محلاها هون هون. هي شو ماركتها ابو العز؟ يعني انو موديل؟ مو مبين لها راس من دنب هي؟ اعوذ بالله لا تغلط يا استاذ. يا سيدي هي شفرليه 39 محدثه لسنه 63 مع موتور تويوتا كورولا ومجموعه مازدا 81، سياره مدلله صاحبها صيدلي ومرقت لي سخيان عليها منيح. شوف على الوقفه سبحان الذي خلقها افشرت البي ام دبليو. بس باين على هالمعتره مشيانه لحفيانه. لا يا استاذ عفوا يعني عدم المؤاخذه، انت غشيم بالسيارات، ترك لي مساله السيارات علي انا ما بغشاك. لا العفو ابو العز مو هذا القصد. اخي السياره هي اذا عدادها قالب قلب له مره واحده بس، والشاسيه تبعها من انظف ما يكون، والاتماسورات حنوني على الارض، يعني الركبه فيها كانك نايم على تخت ريش عام. ما بعرف قلبي ما انشرح له. استاذ مطيع السيارات مثل النسوان، يعني على الجواز ببين الخمير من الفطير، اما هذا الحب من اول نظره اسمه علاك وعلاك مصدي. يعني على كفالتك ابو العز؟ يا استاذ مطيع انا قبل ما اشتغل بالسيارات وبالمكتب كنت مكنسيان، يعني من نظره واحده على السياره بعرف لك حسبها ونسبها ووين منشاها وبأنو محافظه مسجلت ولمين باعت. طيب قديش حقايه؟ سيدي انت قول عجبتني وما بفرق بيناتنا. لا مو مو مسألة قول عجبتني، المسألة انه انا عندي مبلغ معين ما بحسن زيده ولا قرش. هلا صلي لي على النبي. تعا اطلع لي ورا هالدركسيون وفحصني اياها عن قريب. اطلع لي ورا هالدركسيون لاقول لك. شايف التابلو محلاه؟ ايه ما بو شي. شو ما بو شي؟ تابلو طيارة بعدين كل حركاتها شغالة، القداحة، الغمازات، المساحات والفلاشر، يعني صاحبها سخيان عليها منيح. فيها مكيف؟ لك اخي الله يصلح حكيت الثانية، بلدنا ما بدها مكيف، تفتح البلور بنسم عليه هيك لهوى تنسيم. وفيها شوفاش؟ مثل الحمام بتزخ عرق بنص الشتاء. لا بخاف ما تدفى لانه. لك ولا يهمك اخي على كفالتي انا. طب قديش تعمل بالتنكه هي؟ يا سيدي تنكه البنزين بتخم فيها خموم. على حساب الامريكي بيصرف وبده كازيه ليجرها وراه. لك اخي لا تنسى انه هي عليها مجموعه مازدا 81. شرف معي استاذ. عم
عمل لك شغل مكن تمام. بس كأني شاهد دواليبة ممسوحين مسح وأنعم من دقني لما بحلقها. أخي أي شغلة ما بينحكى فيها بنوب. مشوار صغير على سرغاية بتاخد لك طعم دواليب خلنج بألفين ليرة وبيمشي الحال. طيب قديش طالبين فيها هي أبو العز؟ سيدي ما بتفرق إذا عجبتك نقعد على البازار. بالله قديش طالبين فيها؟ إيه سيدي شلونك أنت؟ منيح الحمد لله. بصلاة على النبي هي صاحبها طالب 450 ألف ليرة. لا شو 450 ألف ليرة؟ 450 ألف ليرة حق هالكركوبة؟ لا تغلط يا أستاذ، شو مفكرك؟ المازدا صار حقها 1,200,000، اللانسر أنا عندي هون بالمكتب بعتها ب 850,000. مالك علي يمين؟ أنا بعت سترويين موديل 49 مثل الطنبور ب 350,000، مو مثل العروس. بعدين هي صاحبها سايقها ورايح فيها على الحج أكثر من 6 مرات. وبيني وبينك أنا كنت قايمة إلي. بس سبحان الله نصيبك بيصيبك ما في كلام. طيب افتح لي غطا الموتور لو سمحت. جرب أستاذ. يا بسم الله. شايف يا أستاذ مطيع على هالنظافة من جوا؟ ما بعرف كأني شايف بشوط بصحة. هلا قوي لي قلبك وصلي لي على النبي، مو كل يوم حيصح لك سيارة لقطة مثل هاي. طيب ماشي الحال، بس بتراعيني ها؟ لك مو على عيني، شرف معي على المكتب. ايه بس بتسمح لي أعمل تفتيلة بالسيارة؟ ايه شو عليه؟ شرف أستاذ. يا قوي كل عافية هدى. تنقصني ليش هيك بتفوت على بلدك مثل الحراميه؟ قولي لي مبروك بالاول. اشتريت سياره واخيرا حلم العمر تحقق. عم تحكي جد مطيع؟ لك انا سياره لا يعلى عليها. جبتها معك؟ جيت فيها ليك واقفه تحت قدام الباب مثل الحارس الامين. خليني اشوفك. لك هيك بدك تطلعي بالشحاطه؟ زيت من لهجتي تتاني. لك هيك بدك تطلعي بالنفاضه؟ كيون تتاني. خلاص خليني اروح. صار لي ساعه عم زمر لك وانت ما عم تسمعي. إيه مالي متعودة، شو بيعرفني إنه هذا الزمور زمورنا؟ إيه هذا زمورنا. يلا عشي. ما أنت حالي. ما قلت لي ما أروح لعند ماما؟ يلا أمشي. إيه استنى. وين السيارة مطيع؟ ليكا قدامك الجبل ما شفتيها؟ الله وينها؟ لك ليكا هلا هاي السيارة اللي اشتريتها؟ ايه شو رأيك فيها؟ ولي على قامة إلهي على هالمنظر، يعني لو بدي اسحب زحف على ركبي ما بركب هيك سيارة مهرقلة؟ هلا هاي سيارة مهرقلة؟ طبعا شوف لونها شو مبهدل. ما في أخوه بالبلد. ايه أكيد هي الوحيدة اللي بهاللون. مطيع روح رجعها ولا مرتي ما عجبتها أحسن لك. ها شو رجعها؟ رجعها شو ولاد صغار نحن؟ اخي اللي بدي افهمه شو اللي حببك بهاللون؟ هلا هادي اللي لفت نظرك يا ستي مو مشكله منغير لونه. وكسمه كثير مشرشح مثل السيارات العمومي طبع مضايا وخربت الغزاله. بس قويه كثير. لك شوفي الصاج تبعها ما اسمكه شوفي اسمك من حله المكدوسه اللي عنا بسقيفه. ايش بدنا نحارب فيها نحنا؟ خرب بيضه مثل المصفحه. تعرفي شوفيرية الجيش بدهم يموتوا غيظ مني. ليش بقى؟ لاني بطبش لهم سياراتهم وما بيطبشوني بنعرة واحدة بس. على كل حال فوتي 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 شوفي ركبتها ما احلاها مثل التخت. ما احلاني وراكبة فيها. ليش بقى؟ هيك بستحي قال صام صام وفطر على بصلي. معه بتتعودي عليها. وانا هيك اول ما شفتها لقيت منظرها وهير بكشش البدن.
لك ليش هيك دهانا نهار هي الصباغه مقبيع ما شفتها؟ معلش بكره رايح على الميكانيسيان حتى غير لها البواجي والبلاتين وبطريقي بمرق على الدهان. خيلك وليش هيك فرشه كاحيت؟ شوف شو كاحيت؟ فرش مرسيدس. بلا مرسيدس بلا بطيخ. على كل ولا يهمك، كمان بنمرق على المنجد وبنغير له الفرش. طلع الكبي رح تنزل علينا مطر. مالي طالعه فيها. لك طلع الكبي هلا بتنزل مطر اذا نزلت علينا مطر ساحات مزروعه اوام. خيلك شو مبهدله؟ منين لاقطه وجايه ما بعرف. لا تنفخ شاي يا ولد. هات بين سمايلي وبفتح 12. حاضر. وطن لك هذا مفتاح 12 يا فايز. ليت معلم مطرحه. ليش انا اللي علقته؟ يعلوك من مرجع الهي. شو دخلني انا عبرت علي؟ شو قصدك ولا؟ شو قصدك؟ يخرب بيتكم شو جقرين؟ تعال يا عفريت. نعم علي. روح فك دواليب الفولكس باجن حتى اغيرها الكوليات تبعها بسرعه. حاضر. حركوا. حاضر. معدمني اياك انت الثاني. الله يعطيك العافية. أهلين أستاذ، الله يعافيك. الحقيقة أنا شاري سيارة جديدة وابن حماي سعيد الأزعطاني دلني عليك حتى تفحص لي إياها. أهلين أستاذ، تكرم عينك. الله يكرمك يا رب. حليت البركة. الله يخليك. ادفع لي الغطاء لو سمحت. إيه على عيوني وراسي. شلونه سعيد؟ الحمد لله مني. لساته عنده الطانوس ولا باعه؟ لا لساته عنده. الله لا يعطيهن عافية. بدي اشتريتها ب 450,000. فرقتها لاسمها؟ لا لسه. في شيء؟ شغلها بالله دق مرشة شوف. شلون صوته؟ مثل النحلة مو هيك؟ اينو نحلة هي؟ صوته مثل طاحونة الحجار. شو هالحكي؟ انت اشتريتها؟ من اسبوع. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فيها بالله لشو؟ خير اخي؟ في شيء؟ موتوره بده تنزيل. اعوذ بالله، موتوره جديد هي. لك اذا بتمشي عليه 100 كيلو متر بيكربج وبيوقف بارضه. بس هالسياره صاحبها صيدلي وقالوا لي لما اشتريتها. لك اخي شو بدنا بكتر العي؟ انت عم تطلب خبرتي وانا ما لي مصلحه بالموضوع. يعني انا ما عم اجبرك تنزل موتور عندي، اصلا مالي فاضي، شغلي لفوق راسي. ليش شو بالموتور اخي؟ محروق الصباب تبعه، بده خرط مراكز وروداج بمطرحه.
وقديش بكلفنا عملية بعدين وفال القميص دايب خالص عمره بده خراطة وتبديل والجرانجا شوره فارطة وجنزير الصدر بدك تغير له دفاشه وشو هالدفاشه؟ مشان ما يتسرب الزيت بس قالوا لي بدها تغيير بواجي وبلاتينو بس مرحبا بواجي فولان دبرياج كله فارط وبده كب أمنتوا بالله على الشروه اللي اشتريته أنا لك أخي كنت خدلك معك معلم مكنسيان قبل ما تشتري إيه بس صاحبها كان مكنسيان مرحبا كان تعال يا ولد نعم علمي هات أشوف الكريكو أوام رفع لي السيارة من الدام حاضر ما خلصت؟ خلصت حرك بسرعة وانت يا عفريت نعم علمي روح جيب لي العدة لشوف حطها هون أوام يلا بسرعة بسرعة طفني إيدك شوي شلون بدك تصير معلم تضرب منك إلو إلو روح هيك انت تاني لك تتحرك تتحرك شباب بس روح هيك بقى حاضر معلمي حموا القلب طرمبة البنزين عدمانة بدها تغيير الترانسميسيون كسر تربيعه بعدين الديفرانس بده كرونا بنيون وكوسة زند الدركسيون في فضاوة والبيضات بدون غيار والبطيخة كمان بدها كب العمى على القصة ايش هو شاري سيارة مكرسحة من مأول عجزي انا سألتني جاوبتك وقديش تكلفنا الدعكة على هو ما تدبر معي القطع لانه معلومك هي قطعة قليلة فإذا لقينا بالسكراب كان بها وإذا ما لقينا بدنا نخرطه نخراطة تعال يا ولد قيم هالكريكو من هون وقديش تكلفنا القصة؟ لك وينك يا قرد؟ نعم عندي ما قدر لك تعال قيم هالكريكو من هون؟ حاضر يعني بدك تعمل حسابك من 60 ل 80 ألف ولي؟ منين بدي اجيبهم هدول؟ تعال يا ولد هات هالكريكو خلينا نقيم هالجحش من هون وينك وينك؟ دفشة دفشة زكاتك تسلم لي تعال يا ولد حضر معلمي خوش معلمي بس يلا روح كل واحد اشوفه حضر مرحبا استاذ اهلين وسهلين قديش قال لك بده إيجار تصليح السيارة؟ قال 80 ألف إيه هذا حرامي أستاذ كل الناس بتعرفه أنا بدلك على معلم ما بياخذ منك ربع القيمة
كنت تشرشحت رسمي يعني. بالإذن أنا اسمحوا لي. السلام عليكم. عليكم السلام. بقى ليشك عم يصير معنا أخي؟ أخي شريت السلسيو كلها مزلطة وبدها كب عزبالي. وبلاتين الدينامو ملدوع والبطارية عيونها مضروبة ما عم تخزن كهرباء وعلبة الفيوزات محروقة وصباب الأنارية هارير. لا حول ولا قوة إلا بالله على الشروة. الحق عليك. كنت خود معك معلم كهربجي. طيب بدي أسألك ليش السيارة عم تكهرب؟ من حركتي على الفرش النايلون يعني؟ بدي وصلي بين الكبل البارد والشاسي. وقديش بتكلفنا العملية؟ يعني من 12,000 إلى 15,000. آخ حسبي الله ونعم الوكيل. طيب إذا بتريد وينك؟ ايوه تعال شغل لي إياها الله يرضى عليك حتى أروح على الدهان. مين دهانك أستاذ؟ ما بعرف حواليك واحد آدمي؟ ايه تفضل الكرت. هذا دهان معلم ما في منه. عظيم كتير. طيب شغل لي إياها. هي بدها تشبايه. اشبيها. وينك يا ولد؟ هات كمل كابل الكهرباء يا مفتول. على كل إذا اعتمدت الساوية أنا براعيك. هيا قلبي. أعوذ بالله شو الحكي. هي قلبي لحتى شبعاني. بالعكس هي كانت صيدلي والزلمة مرقت لي كتير. أخي شمعاتها مكسورة وملحومة وفخاد الاثنين مكسورين وملحومين. هلأ هدول الفخاد؟ أخي الحداد والدهان بكشفوا الأعطال اللي مغطاية بالمعجون. طيب أنا هلأ شو بدي ساوي؟ بدها قشط عصاج. طيب قديش بتكلفنا العملية؟ حوالي 35,000 ليرة. أوف وليش كل هالقد بقى؟ إيه لكان بدأ معجون حديد وحف بالمي والسنبادج ومعجون سريع ثلاث وجوه وبخ أساس وتصليح الرهوجة والنكزات وبوليش خشين وبوليش ناعم. يعني على القليل بدأ شهر. روح نضف فيها المحل يا ولد. حاضر عمي. أكلتكم بحياتي بعمري ما أكلته يا أولاد. ما قلت لك ما عجبتني. إيه أنا مرة ورأسا عرفت مسواعك العاطل. يعني بدي حط لي 150,000 ليرة عليها وأنا عم بضحك وبلعب. ولي روح بيعها مطيعة بالما دب صوتها. لا وفوق هالشي دوزانة عاطل يخرب بيتها بتعرج وبتخطف على اليمين. أحليين هذا اللي كان ناقصنا. يضرب الغشيم وساعته يضرب ولو كنت أنا. روح بيعها مطيع. يعني لو خسرت فيها 10-15,000 أحسن ما تضل بخلقتنا. يخرب بيتها كل ما نمشي فيها خطوة بتوقف تضرب مدافع مثل سيارات الجيش. طبعا هذا لأنه أوفار الأميز دايب والبسطون والسجمان يعني هدول. يا حبيبي صار جوزي مكنسيان وأنا مالي درياني. على كل بسيطة. وين رايح بهالليل؟ إيه ما راح بيتها عندي ليلة واحدة. هلأ لازم بيعها. أوف.
ويرك. حلو. يعطيك العافية أبو العز. أهلين أهلين أستاذ مطيع. يا هلا أخي. ما بدي أخذ من وقتك بس الله يرضى عليك، السيارة اللي اشتريتها من عندك بدي أعرضها للبيع. بقى قل لي قديش بتجيب سعر؟ يعني أكثر من 200 ألف ما بجيب. شو 200 ألف؟ شو عم تمزح؟ إيه ما صار لعندي شهر، مشوار أنا ومرتي ما صح لنا نركب فيها، رجعنا من سهل الزبداني بتاكسي ما كملت معنا لمضايا، بوتصت على الطريق بركت بأرضة مثل الجمل. أخي مثل ما عم قلنا أكثر من 200 ألف ما بجيب. العاب أخي العاب. ما حلو يهبط السوق لسه يا أبو العز، بالعكس مرتفع السوق هالأيام، المازدا صار حقها 1.5 مليون. أخي أنت مدري شو مخبص فيها، شغلة معروفة، بعدين البيع غير الشراء. أنت عرضها ب 450 ألف مثل ما اشتريتها. لك شو عم تحكي أنت، شو 450 ألف؟ أعوذ بالله. وليش حتى ما تجيب لي هالسعر؟ إيه ما بتجيب، حضرتك غشيم، أنت مدري شو عامل فيها، نازعة قاصف العمرة. أنا نازعة قاصف العمرة؟ طبعاً، أنا شوف لك نازل من الكتة وأربع أولاد وراك عم يدفشوها، هلا أنت هيك أخذتها؟ العاب أخي. يمكن ما تصدقوا قصة هالسيارة، بس هادي اللي صار معي. من هالك لمالك لقباض الرواح. دوشيش. شو هي حنان كانت؟ جاي؟ رح تجي هلا. جديدة هي البوردة نسرين؟ ايه امبارح وصلتني. مدري شلون صايرة هالبوردة، موديلاتها مكررة وما عم تطلع حلوة على التفصيل. لا ايوه شو مكررة؟ موديلات حلوة كتير، بس ما عم تطلع حلوة على التفصيل. الحق معك، لأنه الخياطات صايرين عم يشبلوا شبل ما في لا تقانة ولا ركونة. بس في منه المناحة، مثلا مكية خانم خياطي، ايه ما في مثل قصة وتفصيلة. صحيح بتطالع الروح وبتخلف بمواعيدها والفستان بيضل بين ايديها شهور، بس تسلم لي عينها شو مزوقة، ومن بعدها ما حدا يمسك مقص ويقص. صحيح بدي اسألك، شلون شغل المحل نسرين؟ دائر، يعني يا بتجيني زبونتين ثلاثة باليوم، يا اما بقعد وبتصفن بهالحيطان طول النهار، وعلى شرب قهوة وقراية مجلات. ايه حاجتك بقى نسرين؟ كتير مرات جيت لعندك وبلاقي محلك مليان. لا تغرك الكترة، هدول يا أما رفقاتي يا جيراني يا قرايبيني. يعني ما بيساووا شعرهم عندك؟ لا هدول شروة أحسانك، بيجوا زيارات لحتى نتسلى ونشرب قهوة مع بعضنا. طيب شلون عم تطالعي مصروف المحل؟ صدقيني ما عم لحق فواتير الكهرباء والمي والتليفون. معقولة؟ شو بدي ساوي؟ على كل إن أحسن ما أقعد بالبيت على زرقبة. قلتك جوزك بشغله وأنت لا عندك لا ولد ولا تلت. لا والنسوان تتسلط على محلات الكوافير الرجالي أكثر من النسواني، شو السبب؟ الله بيعلم. يمكن الرجال بالهم أطول عن النسوان. مسكين حلاقي إلي عم قلك طالع له روحه بالطول وبالعرض بطلباتي وفزلكتي، وهو عم يتحمل. ويا ما معيته التسريحة من أول وجديد، بيقول لي ليش يا مدام؟ بقول له هيك ما عجبتني. إيه لا 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 أنا مالي خلق بنوب، أصلا ما بحب الوقفة ورا الكرسي دقيقة واحدة. دخليك رجعت هلا لجوزة؟ لا لساتها حرداني عند أهلها. لا ايه وبلا لها وجعت الراس لشو بترجع؟ سمعتي آخر خناقة خانقوها؟ بلا حكت الأيام لا كله من أمه يبعت لحمة شو صرنا ويكي هلكت من الجوازة على الراس. بس يلا خلصت وارتاحت. الله يطلقها بس بالله بس ايه وبعدين خلص ارتاح. حاضر يا مدام، بعتيلي القماشة مع ابنك حتى طبق لك اللون. أهلا وسهلا ومرحبا. يا حمدي يا حمدي. نعم بابا. قوم شوف الزباين ليش قاعد، بعدين إذا إجا ابن الست أم عمار حامضة طبق له الارتي على البرادي اللي راح يجيب لك ياهن. حاضر. عطينا 175 ليرة عمي.
يعطيك العافية عمو. الله يعافيك. عود يا مأمون عود. عود ما تعبت من الوقفة على قدام رجليك من الصبح لهلا. ما بقدر أترك الزباين عمي. ابن عمك بيوقف محلك. عود شرب كاسة شاي. يلا يلا جاي. يا حمدي اطلع لي لفوق على المستودع ونزل لي توب كروشيه أسود. هلا بينزلوا مأمون. جيبه أنت خلصني. حاضر. أهلا وسهلا. يسلموا إيديك. يا مأمون. حاضر عمي. هاي حق ست دروع ساتان أسود. عود عمي عود. عود وشرب كاسة الشاي وروق لي دمك. إيه والله إجيت بمحله يا عم. شلونك عمو؟ شلون نسرين؟ حاكم ما عم بفضل أسألك عنه. الحمد لله ماشي الحال. محل الحلاقة تبعه ماشي حاله؟ عم يكلفني خسارة ما فتحوا رزق شهريا. ليش بقى؟ ما بعرف. زباينها قليلة وما عندها مروة تخدم مصلحتها. الله وكيلك يا عمي. نص زباينها ببلاش وهي على سرسرة وحكي فاضي ولا أبالي. لا ما بصير هيك. هذا محل الرزق عمو. هي أخذته للتسلاية وبس. وأنا شوفت عينك عم اندبح دبح مشان ادفع لأجاره وخمس سنين ما شفنا من هالمحل ولا فرنك. الله يصلحها. على كل عمو أنا بدي إياك بكرة بحديث خاص بعد الشغل ويا ريت تكون نسرين معك. أنا بأمرك عمي. حاضر. ما بصير هيك يا نسرين. ما بصير هيك منوب. شو 8000 ليرة؟ يعني بتلاقيها مناسبة نحط على المحل الخمير والفطير وما عم طالع منه ولا قرش واحد؟ شو الحكي حرام ما بيجوز. هيك محلات بدها وقت لحتى الواحد يقطف منها. أكيد يلي صار لي فاتحة المحل خمس سنين يعني ما حل يربي زباين. لا ستي مو صحيح. يا ما اجيت لعندك وشفت انبع وزنبوع. مو زباين هدول. بعرف انه مو زباين لانه ما شاء الله كان عملت لي المحل مضافه للرايح والجاي. يلي بدها تقيس عندك فستان ويلي بدها تفطر كروسان ويلي بدها تشتكي لك على جوزة ويلي بدها تقطع وقت وكله فافوش. يا ريت في وحده بتسرح شعرها عندك مجرد تسريح. شوف مأمون خلينا رايقين لا تهز لي بدني عند هالمساء. انا المحل لا يمكن سلمه. هالشي حطه بذهنك. يا نسرين انت مو خرج هالمصلحه. يلي بدها تخدم مصلحتها بدها تكون وراها على الدعسة. شلون يعني؟ يعني تتابع الموديلات تشتغل بإيدها مو تترك المحل للشغيلة يلي عندها. إذا منشان الموديلات بعتني دورة لفرنسا وشوف المحل وقتها شلون بيطلع صيته. ليش ما بعتك السنة الماضية شهرين لإيطاليا؟ شو طلع منك غير البيتزا والسباجيتي؟ إيه ما شفتك ولا مرة عم تطبقي تسريحة واحدة من يلي تعلمتيهن ولا على راس زبونة. على راسك معرفتي تستفيدي من يلي شفتي. دائما شعرك منفوش. معلوم المحل بده أجهزة حديثة وبده توسيع وديكورات ورخام ومغاسل وسخانات. لا تقول هالشغلات بتجذب الزباين. بعدين شو الفايدة اني ادرس على اجهزة حديثة ولما برجع للبلد ما بلاقي قدامي الا المشط والمراية. ايه لا ستي ما حذرتي. الشغل الممتاز هو الاساس. ليكو هاي محل ابو صبحي اكبر من محلنا بعشرين مرة ومع ذلك شغله واقف. ليش شغله واقف؟ لانه ما عم يخدم مصلحته. بينما محل ابو شكري هودجي بمدحة باشا محله متر بمتر لك بينزل فيه بالزور ومع ذلك العالم عليه مثل المحل. هلا هات 12000 ليره خليني ادفع اجار المحل والفواتير واجار سميره خلصني. ولايمتى بتضل ادفع انا ايه عموت 100 موت هي لحتى لحق مصروف البيت. ما مو ليش صاير بخيل كل هالقد؟ مالي بخيل انا بس المصاري كمان ما عم تجي بالهين. لا تلف وتدور. هي عمك قدامك طلب منه ما بعتقد يخيبك. نعم انا اطلب من عمي. ايه شوف فيها
أما إذا بدك يعني سكر المحل أو سلمه فهالشغلة لا تحلم فيها بنوب. يا سيدي وفرضني عم بتسلى، ما بتدفع لي حق هالتسلاية؟ ولا بدك يعني دي إخلاقي بالبيت وتسلى فيك ونغص لك عيشتك؟ بتسلى فيك ها؟ قلتك كل شيء له تمن. شفت ما أحلاك؟ على كل حال عمي بدي أنا بكرة بالمحل أنا وياكي. خير؟ ما بعرف، أبدو يحكي معنا. أهلا سهلا ومرحبا. بلم أهلا. كيفك يا نسرين ثاني؟ الحمد لله عمو ماشي الحال. طيب بصير هيك يا عمو، صرنا زمان ما شفناكم. شو بدنا نساوي بالشغل؟ بدك شي بابا؟ أنا المسا مالي جاي، طالع مع رفقاتي على طرطوس. بس عنا شغل كتير يا ابني. هاي مأمون عندك بيكفي بيوفي كل حغيبهم 4 أيام. الله معك، سكر الغلق وراك مشان الدوريات. ما بكون تروحوا على العشاء؟ بلا، بس بدي احكي كم كلمة مع ابن عمك مأمون. تيسر انت. ماشي. ايه عمو؟ مر عمي، بدي احكي معكم كم كلمة وخصوصي بوجود مرتك، وبدي منكم ما تزعلوا مني لأنه بصراحة ممشاكم مو عاجبني. أنا عمك أخو أبوك الله يرحمه وبمون عليكم. إيه أكيد بتمون، ولو يا عمي يلي مثل جوزك وبعمر جوزك يا نسرين لازم يكون اشترى بيت، بس أنتوا لحد هلأ بيت ملك ما عندكم، ومحل الحلاقة تبعكم خسران. شو عرفك عمو؟ حاكي له شي لعمك؟ لا أبدا. أنا بعرف بدون ما يحكي لي. أنت يا مأمون صار لك عندي 22 سنة ولحد هلأ ما صمدت شي، لا أنت ولا مرتك، صح ولا لا؟ صحيح عمو صحيح. شوف عمو، أنا بزمانه مرقت علي ظروف قاسية كتير، لقمة الخبز إلي ولعيالي ما كنت أقدر حصلها، كنت تاجر وفلست، يعني لا تشوف عندي هلأ أموال. الله يتم عليك يا عمي. كل الناس بتقلك شلون صار هذا التاجر وما بيعرفوا شو مرق على راسه من تعب وجهد وسهر حتى الله أخذ بإيده. في شي معاجبك بمأمون عمو؟ بزماني كنت صاحب تجارة وفلست. معلش يا ابن عمي، يعني انت مو اول تاجر واخر تاجر بفلس بهالبلد؟ محتار يا محمدي محتار، وما لي عرفان شو بدي ساوي. تسكرت الدنيا بوشي، وبعد ما كلي بالسوق راسه فرناس، ما صفي معي حق طربوش حطه على الراس. معلش ابن عمي إلا ما تتعدل. شلون بدها تتعدل يعني؟ محل مباع والناس عم تطالب بديونة. ابن عمي ليش أنت موسواس؟ التاجر مثل الشجرة بينكسى وبينعرى، والحمد لله أنت صحتك عليك وما في شي بيعادل الصحة، بقى إلا ما تتعدل. بس خايف يصير فيني لبين المعتل يعدل حاله إجا الموت وشاله. سلامتك، العمر الطويل إن شاء الله. شو بدي اشتغل يا محمدي؟ فرنك بجيبتي ما في، ومنين اجتنا هالمصيبة ما بعرف. حدا كان يظن أبو حمدي ملك الخيط بالسوق يضحك عليه شريكه وبضاعته تكسد بالمستودعات ويأكلها العت؟ اضرب عليك، شريكك نتفك والعت لهفك. لا، وشيت اني اشتغل عند غيري بالمصانعة صعبة، صعبة علي كتير يا محمدي. ابن عمي شو رأيك بهالفكرة اللي راح قلك ياها؟ شو هي؟ شو رأيك نشتغل بكبكبة الحرير؟ شو هاد؟
ابن عمي هاي الشغلة ما بدها رسمان، انت بس أمن لي بالات الحرير وأنا بكبكبهم بالبيت. شو الحكي اللي عم تحكيه؟ انت خرجك هيك شغلة يا محمدي؟ يعني ما أحلاك بتشتغلي كبابة حرير؟ طول عمرك معيشني بالعز، وإذا ما عاونتك يا أبو حمدي فشو قيمة العشرة بيناتنا؟ فضلك على راسي لموت. الفضل فضل الله يا أبو حمدي. بقوم لعند التجار دبر لي كم بالة حرير خلينا نشتغل فيه. أم حمدي مثل ما عم قلك مزين أبو منخل مو أحسن مننا؟ بس مزين خانم أحسن كبابة حرير بالبلد. ليش ولدت من بطن أمها معلمة أصلاً مسموعياتها صايرة بالأرض، عم تقعد على الكرسي مثل الأمبراطورة عم تتأمر على البنات وكل الشغل على الكبابات، ما عادت اشتغلت بإيدها بنوب. ما بعرف شو بدي لك. قوم ابن عمي قوم ساوي مثل ما عم قلك، الشغل مو عين. صحيح ابن عمي هالشغلة شغلة نسوان، بس إذا بدك بعلمك عليها. كصحيح شلون تعلمتيها؟ رحت لعند مزين خانو عملت حالي عم مزورة ولقطت الصنعة من بين إيديها. شوف ابن عمي الطاق النحيف لحاله بتمسكه والطاق التخين هاد لحاله، يعني أول بأول بتلفه على الكبكوبة. إبا الشغلة بتمسمس الروح وبتزغي النظر. بدها طولة بال كتير ابن عمي، يعني أنا البالة الوحدة بتقعد بين إيدي سنة، هيك قالت لي مزين خانو. بس ولا يهمك، إذا ما بتخلص البالة من بين إيدي بثلاث شهور أنا ما بيكون اسمي أم حمدي. بس لازم تكون الإيد كتير حساسة حتى تقدر تفرق الطاق الرفيع عن الطاق التخين. إيه صحيح، مشان هيك النسوان بيشتغلوا بالكبكبة. إيه لأنه بالهم أطول ابن عمي. تعرفي شو قال لي أبو رشاد وقت اللي أعطاني البالات؟ شو قال له؟ قال لي مزين خانهم ما عادت مثل أول، صاير شغله مضرب وستوك، وانه مل منا ومن التعامل معها لانه عامله بيتها مضافه نسوان وعلى شرب قهوه، والشغيلات عندها عم يشتغلوا على كيفهم وما في حدا فوق راسهم. سيدي كل واحد له رزقته. ليش عم تضحكي يا محمدي؟ مين كان يصدق انه ابو حمدي ملك الخيط بالسوق يشتغل بكبكبه الحرير؟ مو احسن ما نمد ايدنا للعالم يا محمدي؟ اي والله صحيح. يا بنات شاهدوني شوي. سلام وداكي. الله يسلمك. منى خذي كاستك حبيبتي. أنا بتهمني ام فتحي الله يعطيك العافيه. لك يعيشوا هالديات يا ستي. أهلين وسهلين ومرحبتين بمزين خانهم. يا أهلين وسهلين. إنه هيك يا منظومة بتعملي فيي أنت وجوزك؟ خير لا سمح الله، شو عملنا معك؟ أنا صار لي كبابة حرير أكثر من 20 سنة والكل بيشكر مني وبيمدح فيني، هيك لحتى أجيت وحطيتوا كعاركم بكعاري وخربتوا بيتي ودياري؟ نحنا؟ ليش شو عملنا لك؟ لا تغشمي حالك، الكاركاري وطاع لي. باشلون تسمحوا لنفسكم تزموني قدام التجار وتزموا شغلي؟ إيه مالك يمين علي تحلفيني ما عاد اتصيت طريق بعيوني من كتر ما انهزيت. صدقيني نحن ما جبنا سيرتك بنوم. ما جبتوا سيرتي؟ لكن ليش ما عاد حدا ورد حرير لعندي؟ أنا مزين الكبابة يلي ما في توب حرير بالبلد إلا وإيدي شاغلته، اصفع الحصيرة واتصفر بالحيطان. عم قلك حبيبتي نحن لا دخلنا ولا خرجنا. شلون ما دخلكم؟ انتوا قايلين عن شغلي انه بيعرف اللي عمره ما عرف. نحنا ما حكينا مع حدا ولا جبنا سيرة حدا، وانتي كبكبت الحرير ما طاعت إليك، وجمال محل جمال بيبرك وانتي اهملتي مصلحتك، شو اعمل لك؟ لكن ليش سرقتوا لي شغيلة؟ نحنا؟ ايه؟ شو فيها الشغيلة اللي دايرت لي ظهرها وعاملة حالها ما لا سمعانة؟ ولك زينة؟ لك ما تردي؟ مين؟ قلي الحكي؟ لا
لكان إلي؟ وليه؟ ليش تركتي الشغل عندي؟ لأنه حضرتك بتتأمري علينا. أمرك ضريبي شربتك. فسدتوني البنات، طار طيري ولهفوا غيري. شوفي مزيان خانو، إذا جاية لعندي بزيارة أهلا وسهلا فيكي، أما إذا جاية تعملي لي بالرز بصل فأرجيني عرضك تعفي. طيب بسيطة، عم تقلعيني يا نور عيني؟ أنا بفرجيكي، راسين طاقية واحدة ما بيجتمعوا. بكرة بتشوفي. معلوم بدهم يتركوكي، جوقتك صارت بدون رئيس والبطل غير أحوالك. مثل ما سمعت عمو، بعد ما كنا نلمس الحرير لمس صرنا نلبسه لبس، بس مرتي كانت جنبي مثل السيف، ولولاها ولولا إرادتها ولولا صبرها ووقوفها معي كنت رح أدبلك. لا والناس بتقلك شلون صار هذا التاجر، منين جمع هالثروة؟ مبارح كان يجرب كعكة عن الجرسون، عن الجرسون بيستغربوا يصير صاحب مطعم. خلاصة ما بدي يا نسرين يصير فيكي مثل ما صار مع مزين خانم أبو منخل، أهملت صنعتها، العفاريت شالتها ونتعتها، تكبرت عن نعمة زدتوها مع جنب مثل الكركمة. أنا مثل مزين أبو منخول؟ بدي إياكي تكوني مثل مرت عمك أم حمدي، اقتبسي منها شو عليه؟ أم حمدي مفضلة على راسي، ولولا هالاستقرار اللي منحتني إياه كنت ما بعرف شو سوى فيه الزمان. المهم الشيء الثاني اللي بدي لكم إياه، أنا هلأ صرت كبير وحابب كن بهالبيت، وراح أسلم المحل لابني حمدي. وحمدي ما في التفاهم بينك وبينه. بالعكس حمدي أنا لها السبب حابب أعطيك على حياة عيني 1,000,000 ليرة مكافأة من عمك على هالسنين اللي مشيت معه، وبرا بأخي الله يرحمه. فأدبر حالك بالمليون والله يفتح بوشك. أعوذ بالله. عمي أنا ما بدي إلا سلامتك. على كل حال أنا عم راجع حساباتي منشان سلم الدفاتر لابني، وبعد 15 يوم أو خلينا نقول مو يوم الجمعة الجاي، الجمعة اللي بعدها بتجي لعند مني منشان سلمك المبلغ. هذا كل ما هنالك. شرفت عمو. الله يخليك. خاطرك عمو. الله معك عمو. خاطرك. وينك مامون؟ نعم. خلي الكلمة إلك بالبيت، تستعمل الحزم مع مرتك، لا تكون تشتوش. طيب عمي. الله معك عمو. تصبح على خير. الله معك. هلا شو فهمت لي من حديث عمك؟ مثل ما فهمتي؟ أنا بحس إنه عمك ما بيحبني، ليش ما بعرف؟ لا مو ما بحبك، بس ما بده يعني. ما بدك تسمع كلمتي، مفكر إني أنا اللي مسيرتك وأنا اللي عم صرفك مصاريك، ما هيك بالله؟ لا، عمي بده يعني. هلا قلي شو بدك تعمل بالمليون ليرة؟ فكري افتح مشغل ألبس يا ولادي. شو فهمك بهالشغلة أنت؟ ولو نسرين، صار لي 20 سنة أنا بمعمل عمي. فهمنا، ما اختلفنا، على راسي أنت وعمك، بس المحل تبعي شو بده يصير فيه؟ فكري نسلمه ونقبض فروغه ونفتح فيه المشغل. شو هالحكي؟ هو أنا بعرفك فهيم، بس فهمك اليوم زايد عن حده كتير. وشو قصدك بقى؟ حبيبي اسمع، محل حلاقة بده نفض من بابه لمحرابه، ويا دوب المليون ليرة تكفي. ايه وأنا شو بساوي بقى؟ أنت عم تشتغل بمحل عمك العزيز. عمي بده ياني استقل لحالي. شوف مأمون،
أنا بدي جدد المحل، ما بدي يكونوا بقية الكوفرية أهم مني. إذا رايع ونباتات بتكلف 150,000 ليرة. كوفر شيرتون، شو فكرك مكلف؟ الشغلة مو بالكلفة، الشغلة بالصنعة. قول إنه داقت عينك على المصاري وخصمها، خلصني بقى. أنا بعمري ما قصرت بشغلة المصاري. مأمون أرجوك خلي المصاري بعبك، ضجرانة ومالة ومالي حابة نتخانق. روح يوم الجمعة وخد المصاري من عمك وتركني بحالي. شلون أتركك لحالي؟ أصلاً بدي روح لعند أهلي شهر زمان، بدي غير جو، حاجتي بقى اللي لقلك. بدك تحردي يعني؟ حسبها مثل ما بدك. لا يا ستي ما حسرتي، أنا اللي رح أترك لك البيت. لك العمى لو عطفت لك البتر من السماء ما بيعجبك وبتضلي بارمة بوزك. شو هاد يا شو قصة هاي؟ هلا مأمون صار يرفع صوته بوشة؟ مو بس رفع صوته، طبش الباب بوشي على قد الله ما يعطيهم شيء. هذا لسه ما قبض المليون ليرة وهيك. هل بده يفتح فيهم معمل ألبسة؟ يفتح وأبره إلهي، هو خرج يفتح معمل؟ الدولة عم تسكر معاملها. قال بده يساويني مديرة على المعمل. لا ماما لا، بده يحطك تحت باطه. بقى خليكي بمحل حلاقة أحسن لك، كيف ما كان أنت الأمر الناهية فيه. صحيح، بس المحل صار مثل الخرابة وبده ترميم. أصلاً بشو بده تلزمه المليون ليرة؟ عشان يروح يطق عليك جوازة تانية؟ حاكم الرجال بصير مثل النملة المفروكة بإيدين المرأة لما بيكون فقير، وبس يغنى ويشم ريحة باطه بدور على حل شعره. مساء الخير. مساء الخيرات نسرين، وينها؟ منيح اللي خطر على بالك تسأل عنها. مرت عمي كل ما بنتغطاها نسرين هون ولا مو هون؟ ودخلك ليش جاي قصك حامي؟ مرت عمي هزبي ألفاظك بعملي معروف. أنا ألفاظي مو مهذبة؟ يا ريت عمك كان عايش حتى يسمعك شو عم تحكي معي. مرت عمي وعم تصرخ بوشي كمان. مرت عمي خير شوفي شو عملت لأمي؟ تعي شوفي جوزك تعي، قال أنا ماني مهذبة. وأنت تاني شو بتطلع من البيت بدون إذني؟ قلت لك بدي زور عند أمي شهر، أذنبنا؟ وإذا قلتي لي أنا ما وافقت. على كل حال أنا قاعدة عند أمي مو بالزقاق. بسيطة، هالمرة راحت لك، تاني مرة أنا بعرف شغلي معك. وشو بدي يكون شغلك يعني؟ بتطلقني؟ بجوز ما بتعرفي. يا سيدي اللي بيوافقك اعمله. مصاري عمك وتركنا لك ياهن تتهنى فيهن، نقعن وشراب ميتهن، ومحلي مسجل باسمي، بسلمه ببيعه وباجره مثل ما بدي بتصرف. عندك اعتراض؟ هلا انت زعلانه مشان المصاري؟ يو تضرب المصاري وساعتها محرزه هز بدني مشان مليون ليره. انا بنت اكابر وشبعانه ومثل بعض جماعة. معلوم ليش انت لما لحتها كانت شحادة ولا كانت جوعانة بيت ابوها؟ ايه ابوها الله يرحمه كان يحملها على كفوف الراحات، ما كانت تنزل من على حضنه. بس يا حيف عليك يا مأمون، جاي تتمطع بالبنت قالك عقلك ما في وراها ظهر. يا حيف يا حيف، بس مو انت اللي قلت له لعمك وهو مسطح بتخته ومريض؟ يا عمي لا تحمل هم، نسرين أمانة برقبتي واللي بتطلبه مني بقدم له اياه. ايه المسكين مات وكل فكره انه بنته نسرين بين ايدين أمينة. مين كان يظن انك تطلع ذئب ومكار هيك لهالدرجة يا مأمون؟ مين كان يظن؟ ايه رحمة الله عليك يا ابو نسرين، بنتك الوحيدة، بنتك الوحيدة إجاها مين يذلها ويبهدلها ويشرشحها بآخر العمر ويخون العهد. أنا
شو هلا انت زعلانه يعني؟ اللي بيزعل واللي بيرضى، شو فرقه معك؟ لا قد ما كان يعني، بتضلي عزيزه علي. ايه باين. شو باين؟ يعني فكرك مو عزيزه علي انت؟ ما بعرف، شو بيعرفني؟ لك هلا هيك المره بتستقبل جوزها؟ شو بدك يعني اعمل لك لكان ظل غطلك؟ انت فايت عم تخانق دبان وشك؟ هو معك حق، معك حق يعني. كنت تعبان كثير يعني، معك حق كثير. اذا متضايق من شغلك نحن شو دخلنا؟ طيب معلش بتسمي؟ بتسمي شوي؟ معلش ما بيطلع لنا بسمه؟ فرضيني يا ستي زبوني عندك بالمحل ما بتبتسمي لا؟ طيب ما رح اعمل قليل ببالك، انبسطي بقى، انبسطي، اجبري خاطرنا ببسمه. بتعرفي انك حليانه كثير؟ ومنين لي الحلاوه؟ صار لي يومين مريضه. لا ليش ما تنفلمتي لي؟ لا تقرب مني مقربه هلا بعديك. معلش خليني انعدى. انت بتعرفي انه بكره الجمعه؟ ايه وشو يعني؟ بكره رح استلم المصاري من عمي ورح اعطيك اياهم مشان تفتحي المحل تبعك. انت حر، المال مالك مو مالي. وبشرى كمان رح اشتغل معك فيه. انت؟ ايه بنروح انا وياكي على باريس بنعمل دوره وبنرجع من اساس المحل من اول وجديد. ما تصدق ولو شفتك بعيني. يا ستي صدقي، هذا حتى تعرفي اني بحبك كثير. لك بحبك كثير، بتعرفي هالشيء ولا ما بتعرفيه؟ مشان هيك ما سألت عني. خليها لله، يعني كنت مزعوج كثير، كئيب كثير يعني. ما يلا هلا خلصيني امشي. لوين؟ على البيت. استنى لحتى تجي امي، راحت تغلي القهوة. لا معلش شبنا بأمك، اتحركي خلصيني. طول بالك على ما معلش يا امشي هلا. هلا هذا اللي كان حميان عصاه. هيك ها هلا نور البيت. ايه معلوم لانك شعلت الضوء. لا نور بوجودك. شو هالحكي؟ ايه معلوم لانه انت الشمس والقمر والنور والضوء والبيت بلاكي خرابي. اهلين حمدي. ايه كنت برا، هي وصلتي. شو هالحكي؟ ايمتى؟ قبل ساعتين؟ طيب يلا جاي فورا. خير شو في؟ عمي ابو حمدي. شو بو؟ اعطاك عمره. شفته لأخوكي كمال ولا مرة؟ جد عم تحكي شهنات؟ ما شفته ولا مرة. هو الحق بإيدك، منين بدك تشوفيه؟ كمال دائما برات البيت، يا بالمحل عم يشتغل يا مع رفقاته عم يتسيرنوا. يعني باسط حاله. باسط حاله وبس. يا ستي همه بالدنيا البسط وشم الهوا. نيالي اللي بدها تاخده لكان. فعلا نيالة. وليش ما تجوز لحد هلا؟ ما كان يعجبه حدا. قديش عمره؟ 40 سنة. شكله حلو؟ ما بقدر قلك حلو، بس شخصيته قوية. يعني واحد مثل حكايته لازم يكون اتجوز من زمان. وهيك أنا بقله. شغله شلونه؟ كتير ممتاز، ومحله عم يدر له عسل ولبن. بس أخي كمال موسوس كتير مثلك أنت. ليش شبني؟ ليش لحد هلأ ما تجوزتي؟ ما كان يعجبني حدا. هو هيك بيقول. يعني بده وحدة حلوة؟
هو بيني وبينك أخي كمال بيحب الشكل الحلو كتير، بس يلي بيحبه أكتر الذكاء، يعني بيحب البنت الذكية المرحة، ما بيحب الجميلة البليدة. لا وشو بيقول لك، الجمال والذكاء والجاذب عند النسوان ما بيجتمعوا مع بعضهم، بده يكون شي على حساب شي. وشلون بيحب يكون جمال البنت؟ مثلك. جد شهناز، مو لأنك رفيقتي، بس أخي كمال إذا شافك بده يطير عقله فيكي. كل هالقد عقله خفيف؟ وين الشخصية القوية؟ ما دخل، نوعيتك بتعجبه. أخي كمال وبعرفه وما بدي حدا يعلمني عليه. بعدين أخي كمال حربوه كتير وقرد ملفلف، وما بعتقد أي بنت مهما كانت قوية بتقدر عليه. إلا أنت التانية، إشو أخوك خرط الخراط وقلب مات؟ لسه بتنزلي لي من العالي بقفة؟ صدقيني يا شهناز ما بتقدري عليه، أخي كمال فلت من الفلتات بيغلبك. ليكون أخوك معقد ولك عصمات؟ لا تخافي عليه، بيعقد بلد. معناتها هذا بده مين ينخخه؟ آخ يا ريت يا شهناز يا ريت، يعني فعلا صرت خايفة عليه من قلة الجواز. لا وعم يصرف لي مصاري يمين وشمال، وهو بطبعه كريم ومو سائل. طيب وين محله؟ تاجر شرقيات بسوق الحميدية. بتصلطيني عليه لورجيكي شو بيصير فيه؟ بصلطك، بس شو بدك تعملي فيه؟ بدي ورجيكي انه مهما كان الرجال ذكي وحربوق مثل ما عم تقولي، المرأة أذكى منه بألف مرة، وبتقدر تلعبه على أصابيعها كمان. وإذا شفتيه وعجبك؟ ساعتها إن الله يحب الحلال. وإذا شافك وعجبتي؟ أنا بعرف شغلي معه. جد عم تحكي شهناز؟ جد وستين جد. يا ريت يا شهناز تصيري مرت أخي، تتصوري أنتي مرت أخي. بس وينك؟ ما بديكي تحكي له عني ولا حرف، ولا كأنك بتعرفيني. إذا شفتيني قدامه لا تسلمي علي، أوعك. ها ليش؟ بتنزعي الطبخة بعدين. طيب فهميني شو عم يدور ببالك؟ مو شغلك. بكرة بيدوب التلج وبيبان المرج. شو كمان؟ شايفتك مو على بعضك. خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. لا معناتها في شي شغلك. بدك الصراحة يا عصمات؟ ولو ما في بالعادة تخبي عن أختك شي. هذا من مدة جمعة إجت لعندي على الدكان لهون بنت. أما شو بنتي يا عصمات؟ سبحان الذي خلقها على هالتكوين الرائع. الجسم ما يبلى، الأوام ما يعدم، العيون بيصبوا سبي، الضحكة مثل رنين الفضة، الأسنان مثل اللولو المصفوف، ولونهم قطن مندوف، والشعر شلال عم يكرج على كتافها، وفوق منها دم خفيف وعمر صغير، وبتعرف تاخذ وتعطي بجرأة، يعني بتطير العقل. بالمختصر ما فيها جنس العيب. اها لكن حضرتك عشقان وانا ما عندي خبر. ما عم نام لا ليل ولا نهار، ومنين اجتني هالقصة ما كنت اعرف، وبمجرد ما دخلت لدكاني خفق قلبي. شو لهالدرجة؟ قلتك هذا هو الحب من أول نظرة يا عصمات. ما بعرف، ما لي اختصاصية بهالشغلة. يخرب ديارة، يخرب ديارة ما أحلاها يا عصمات. لو بتشوفيها بتقليلي معك حق الجن. وكم مرة أجت لعندك؟ مرتين. تعرف عنوانها؟ هون مصيبة، لا بعرف العنوان ولا الاسم ولا وين ساكنة حتى. كنت تسألها فظاعة شحوبة. ما بعرف شو بصر لي لما بشوفها، بينشف ريقي، بتبلكم، بتلبك تمام يعني. غريبة. شو هي الغريبة؟ يعني مين كان يظنك هيك يا كمال؟ ليش بني؟ ساويت عيبة لا سمح الله؟ مو هذا قصدي، بس انت كمال الذكي الشاطر الفهيم القوي يلي خايط برا وبحرة، صير بحالتك هيك؟ لا 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 لا، ما عم صدق أداني. ما بعرف هذا اللي صار. شو اشترت من عندك؟ ماشي بروكار ذهبي. وتاني مرة شو اجت عملت؟ رجعت القماشة، قال ما نسب اللون. وكان عندك طلبة؟ لا ما عندي طلبة. قلت لها تعي بعد يومين بأمن لك طلبك. واجت؟ اجت بس كمان ما عجبها شيء، قال بترجع بتاني يوم. وما عادت بينت؟ صار لي يومين ما شفت وشها. شوف كمال، أنا لو كنت مطرحك بنسى الموضوع كله. البنت باينتها ملعبة، خايفة تقالك وقع انت بغينا عنها.
شو عم تحكي انت يا عصمات؟ البنت اكابر اكابر، مو شخلوعه من يلي ببالك منه. ايه وشو المعنى؟ يعني حبيتها. بتعرفي شو يعني حبيتها؟ يعني اذا رضيت هي بتتجوزها؟ قال اذا رضيت، قال شو الشغلة على كيفها؟ انا كمال، ويلي بده يرفضني بعتقد لسه ما انوجد. اصلا اكبر انتصار الي اني روض هالشرسه هي. باينتها صعبه، وانا هالنوعيات هي تعجبني كتير. كمان شبك شوفي دخيل اسم الله. انا على هالصدفه لك لكي وينها؟ وينها؟ لك اللي فاتت للمحل وصارت جوا. شو ها فعلا حلوه؟ روحي اختي روحي، الله يخليكي اتركينا لحالنا، روحي بعدين نحكي بالبيت. خير امشي روحي على البيت. والله يعني من شاف احبابه ونسي اهله واصحابه. روحي اختي يلا، ليش لزقتي؟ روحي. لا روحي يا واما قبل ما تسمعنا، روحي. أهلين وسهلين ومرحبتين بهالأم وبهالعين. أهلين أنسة، يا ميت مرحبا. عندك مهباج مصدف خرج هدية؟ مهباج؟ إيه عندي، ولو ما عندي بخلق لك يا متحت الأرض ولو. تفضلي تفضلي عادي أنسة، لحظة صغيرة بس ما بطويل ما بتعوى. يلا باشي. ما بوشي ناعم ومزوق. ايه بس اذا بدك تتعلمي عليه لازم انا بنفسي اعلمك عليه لانه صعب. مو لي المهباج اخذته هديه. ولو كان بجوز تنهدي مهباج وما تعرفي تدقي عليه. طيب علمني. على عيني وراسي الغرض مثل غرض. شوفي بتحطي ايدك على طرف المهباج، حطيها وماله كتالوج كنت اعطيتك اياه بس لازم عملي. منيحهم هون، منيح المسافة منيحة، وبدي ايه عليه نتفة نتفة. شوفي شوفي طلع لحن، ما كان في لحن هلا طلع. طيب هلا هالدرس الاول. اذا بدك تدقي لحن او ايقاع سريع بدي ايه هيك. شوفي انتبهي. بسيطة ما فيها شيء. لا شو بسيطة، مو بسيطة منوم، لازم تيجي لعندي كل يوم حتى اعلمك عليه انا. شو هو بيانو؟ لا تضحكي اصعب من البيانو، البيانو بدقي عليه على النوطه، اما ها سماعي صعب صعب. شو حكي انسه؟ طيب قديش حقه؟ شو عم تمزحي؟ ليش حقه هاد؟ يعني شقفة خشب ملزق عليها صدف، شو قيمته؟ شو حقه يعني؟ يا اعوذ بالله، انا بالعاده بدفع بكل غرض سعره. اصلا هاد جايني انا دعايه للمحل، الشامبيونو الشامبيوني. بس انا بعرف حقه شي 2000 ليرة. هذا من زمان، هو بايام الغلا، بس هلا في رخص عجيب الاسواق، عجيب الرخص، مو درياني ما. هلا يا بتاخذ حقه يا بلا. لا لا شو بلا، رايحة؟ لا باخذ حقه مثل ما بدك. حضر لي يعمل معروف مستعجلة. على عيني وراسي، يلا لحظة. ما بتعوى لحظة. فكري وصلك يا على البيت خانو. ليش بتعرف البيت؟ لا بس بروح معك وبتعرف. بس أنا هلأ مالي رايحة على بيتي. صح أنت مثل الزيبق. نعم؟ ها؟ مثل الزنبق، أنت مثل الزنبق. يلا هلا اذا بتريد مستعجله. يلا يلا على عيني، ما نعوقك
لحظة صغيرة بس. الاسم الكريم؟ ليش أنت بتسأل الزباين عن أسمائهم؟ لا بس أخي اجته بنت أول امبارح ومحتار شو يسميها المسكين. و أنت حلوة يعني حلوة كتير ولا بد ما يكون اسمك حلو مثل هيك. طيب بركي كذبت عليك؟ لا لا ما بتعمليها ما بتعمليها بتعمليها خاصة علي أنا. ليش بقى؟ شو علاقتي فيك؟ زبونة مثل كل هالزباين. ايه صحيح بس أنا زبون لما بيتردد لعندي على المحل هون ببطل يصير زبون يعني بيصير حبيب. صديق صديق نعم زلة لسان صديق. اسمي شهناز. شهناز؟ يا لطيف ما أحلى الاسم شهناز عسل عسل بشهده. يعني أكيد أخي بده يفرح وينبسط كتير بهالاسم. بينتك ظريف ودمك خفيف. يلا خاطرك. لا لوين لا تقوليها. شو لوين بدي امشي؟ ايه معك حق بس أنا ما ضيفتك ما ضيفتك شي مو حلوة مشان سمعت المحل يا شهناز. شو رفعت الكلفة كتير. ايه هيك أنا طبعي يعني بحب ارفع الحواجب بيني وبين الزبونة. شو؟ بحب ارفع الحواجز بيني وبين الزبون. معلش ضيافتك على عيني بس أنا مستعجلة. ايه ما بدايقك ما بدايقك بس بس شو؟ يلا إذا بتريد مستعجلة. ايه في موضوع بدي أقولك عليه. أنا موضوع؟ يعني موضوع بخصك. بخصني أنا؟ هو مو بخصك بخصك لحالك يعني بخصنا نحن الاثنين. تفضلي تفضلي ارتاحي ليش واقفة؟ تفضلي إذا ما بصير سألك. تفضل احكي. شهناز يمكن انا ما عود شوفك منوب. مو يمكن اكيد. ليش لحتى تشوفني؟ ولهالسبب يا شهناز حابب فاتحك بموضوع شخصي جدا. تفضل. شهناز انا ايه قول شو انت؟ انا ما عم نام. سلامتك ليش؟ ما عم نام ما عم نام. حط راسي على المخدة ما بنام. لابد ما يكون في سبب. في في مليون سبب في لكن ما في. شو السبب؟ انتي. انا؟ بمجرد ما شفتك داخلي على دخاني داخلي على دكاني ما بعرف صرت فكر فيك كتير زيادة عن اللزوم وأهدس هد وهلوس هلوسي. سلامتك ما بتستاهل. تستاهل؟ تغيرت طباعي يا خانو وصرت حساس جدا وشفاف رق قلبي رق كتير ما كان هيك وصرت عاطفي. طيب شو قصدك هلا؟ قصدي يعني لو تتجوزي هالعبد الفقير بكون أسعد إنسان بكل أنحاء الدكاكين كلها هون. هيك خبط لزق بدون ما تعرف أصلي وفصلي؟ ستي الأصل باين بعيونك الحلوين. طيب ما بدك تسألني إذا كنت استلطفتك ولا لا؟ قلتيها بتمك وفرتي علي سؤال. الحقيقة أنت إنسان خرج الواحد يوثق فيك. صحيح الله يسمعني الأخبار الطيبة. بس بابا ما بده يجوزني. عم يجيني كل عريس أحلى من الثاني وبابا ما بده يجوزني هلأ. ولك يسلم لي. شو فهيم منيح اللي ما جوزك. المسكين جوز أختي قبل مني وما ارتاحت بجوازتها فقرر أنه ما يجوزني. أما لوحة هلأ آن الأوان هلأ لازم يجوزك. شو بيشتغل الوالد؟ بوجك باشي. بوجك باشي؟ شو مالي معبي عينك؟
لا بس يا عمي طلع صني بمحله الأكابر يعني ما بيخبي حاله. ومن شان يبعد الشباب عن طريقي بيقول عني كتعة وعورة وعمشة وبفكح. كش برا وبعيد شو هالملافز هاي تبع البوشك؟ بقى مثل ملك شايف المسألة صعبة كتير. طيب انتي يعني شو رأيك؟ أنا ما بحسن خالف كلامه. إيه بس هذا ما بيجوز منو؟ هيك طبعه. طيب ولا يهمك أنا بروح بقنعه. لا تعذب حالك، حاول وقبلك كتيرين وطلعوا من المولد بلا حمص. ستي ما جرب ما فيها خسارة، لك المهم تكوني أنت موافقة. موافقة أنت؟ موافقة؟ مو موافقة؟ بلا موافقة. يسعدني مساك سيدي البوشك. ومساك. أنا كمال سحلباوي التاجر. بارك الله، تفضل. وعمري 40 سنة أعزب. تشرفنا معرفتك. أمر النكتة شلون بدي أبدأ الموضوع؟ خذ راحتك. بس لا تردني خايف. ما بردك. أنا شاب عزابي وصرت خرج جواز يعني. ما في مانع تجوز. والمشكلة أنا موسوس، ما بيعجبني العجب ولا صيام برجب. طبعا الصيام برمضان ثوابه أكبر. وبحب تكون مرتي من أصل محترم وزاد تربية حسنة. مفهوم. وما بتهمني المادة قد ما بتهمني الأخلاق. معلوم. ولها سبب أصدق. خير. يعني طالب القرب منك. بمين؟ القرب من عائلتك. أدب؟ قصدي القرب منك ببنتك. بنتي؟ نعم. شهناز؟ بالضبط. بس شهناز بشعة. ولو. وعمشة أبلان. وسنانها مطربشة. بيت القصيد. وهيئتها مهرمشة. هذا ما أريد. أنت شفتها؟ مو مهم. لمحتها؟ مو ضروري. لا تتهور. أنا سيد من تأنى. لا تتبهور. سأنال ما أتمنى. خايف تندم وتتحسر. أمري رح يكون ميسر. خايف تندم وتلطم. راضي بنصيبي. فكر قبل ما تهجو. فكرت يا حبيبي. ضيقت خلاقي. منك العفو. خايف تقاقي ما تلاقي. للشدة محسوبك كفو. يعني انت راضي؟ نعم يا سيدي البوجان. زنبك على جنبك. مصاهرة الكرام وزنب. انت عملت بيدك. وهو كذلك. لعند ما بفيدك. الله ينجينا من المهالك. الظاهر انك بتحبك. على سمع الله الوكيل. وطمعان تصير بقربك. ما في شيء مستحيل. يا ميسر. يعني قبلت؟ يا مدبر. وعند رغبتي نزلت؟ في هيك شيء. طلباتك يا صاحب الامر. 50,000 ليرة المهر. بجيب لك ياهن العصر. هذا المتقدم والمتأخر الضعف. من عيني هي قبل هي. غليت عليك المهر قصدا. شو سبب سيدي؟ حتى تهرب وتطفش. مو من طبعي ومن شيمي. باين انك مستأتر. خاطب راغب. والهيئة انك مستعجل. غاطس طابس. بس إلي عندك كم شرط. بس لا شلحني بالصوت. هزب. العفو سيدي. ما بدي يحضر الكتاب لا مدراء ولا حجاب. تأمر يا سيدي. ولا متزوجين ولا عزاب. الشغلة بإيدك وبإيدي. ما بدي مين يدقدق على البواب. تأمر يا تاج راسي وسيدي. ما بدي هيصة وليصة. أنا بأمرك يا بوشك. ولا بدي أعمل جرصة. ولك كله تحت أمرك يا سيد كوشك. توكلنا على الباري. صفقة وصارت إجباري بين البايع والشاري. تقروا الفاتحة سيدي؟ ايه ما في مانع منقراها. روح جوزتك بنتي شهناز. الله يبارك لك بهالجواز. بس اوعى تندم يا استاذ. شو هالحكي كمان؟ لا يا انت جنيت يا انا ما عم استوعب. شوفي عصمة، انا ما في شغله نويت عليها وما فزت فيها، وهالمخلوقه اذا فكرت قطعها برقبتي فهذا هو الغلط بعينه، وانتصاري عليها هو زواجي منها. هلا هي اللي شفتها فايته لعندك على المحل بدك تتجوزها؟ طبعا، ولمعلوماتك العرس بعد بكره. هيك دجلي دجتك العافيه. لا حاضر ولا دستور بدون ما يكون عند اهلك خبر. زواج على طريقتي الخاصه. لا واحذري بنت مين طلعت. بنت مين؟ بنت البوجك باجي.
البوجك باشي؟ ايه البوجك باشي، هذا اللي بلقوط مجرمين وحرامية ولصوص لك حسب نواياكم ترزقون. لقوا أبوها شو نحفة الزلمة، وقار وهيبة وحكم وكلامه كله على القافية، بس طلب مني طلب غريب، طلب إنه ما يحضر العرس ولا زلمة. البوجك باشي؟ ولك إيه؟ وشلون بده يصير عرس بلا معازي؟ يصير، ليش لحتى ما يصير؟ إيه؟ جوازة الدهر إن شاء الله. عقبالك أختي. بنت البوجك. يا أهلا، يا أهلا بالسيد كمال. أهلا بكم يا عمي. اليوم عرسة، ألف مبروك. شكرا يا عمي، بس وين شهناز؟ عم تلبس حلي الألماز، أنا اشتريته، شي جواهر شي زاز. ليش الكلفة يا عمي؟ أنت لا تأكل همي، بس أنا بشوف الدخلة تصير ببيتي، مو أحسن؟ شو الداعي لهالشغلة؟ بيتي مرتب ومتقان. بس البنت بتتروحن إذا عرسها صار ببيت أبوها. أنا تارك شغلة لك. تسلم. شو مساير؟ على كل حال أنا رايح لبيت أخي عبد الحميد، نام عنده. وأنتو أنت وشهداز خذوا حريتكم، جوازة الدهر يا ابني. الله معك يا عمي. يا الله، الله معك يا وش الخير، الله معك يا عمي بوجهك. شهناز، حبيبة قلبي، حبيبة عمري، وأخيرا التقينا. تعالي تعالي. شو بك يا خالتي؟ قومي لقلك شوي. قومي يا سلام. الله بسم الله. تم 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 تم. مبسوطة ولا خجلانة؟ لك يسلم لي محشوم يسلم، بس ما بعرف كأنه سمنانة. سمنتي ترعرعتي ربربتي واستقر تفكيرك. بس دي أسألك، مين غلب، ذكر جاه ولا ذكر نسوان؟ لك ما تحكي شهناز، وين ريقك الحلو؟ وين لسانك العذب الجميل؟ لسانك قابله القط؟ طيب دي اسألك، انا بتشكي شي فيني؟ بتشكي بمقدرتي؟ انا بعمره ما حدا قدر يقاوم رغباتي. ويلي بدي اياه صار بطوعي واختياري. لك انا طفي قلبي، خليني ارفع عن وشك بقى. قولي قولي من انت؟ انا شهناز بنت البوجك باشي. معقول؟ معقول ونص، وانت عريسي هيك قال لي امي. قولي على قامتك يا كمال على هالبليه، قولي على قامتك، دهري باولى خاطرك، خاطرك يا بنت البوجك باشي. أخي أرجلي، مو معقولة كمان، ما عم صدق شو عم تحكي أنت؟ هذا اللي صار يا عصمت، شربت المقلب وأنا عم بضحك وبلعب. منيح اللي نفدت بريشك. طلقة. طب شو طلقة؟ شو طلقة؟ المتقدم 50,000 والمتأخر الدبل. أصبح وينك كمان؟ ما في غير إنك تروح لعند البوجك وتشرح له القصة. شو بدي أشرح له؟ شو بدي أشرح له؟ الزلمة ما كذب علي، أنا اللي طلعت أجدب ووافقت. أخي عصمت مستكبرة كتير. لك أنا كمال يلي المشرقين والمغربين بيحطولي الطاعة بالتعامل مع النسوان، يصير معي هيك؟ ما بقبل، ما بدي عصمت، عصمت ما بدي.
على كل حال إلا ما تشوفها لهالبنت وتفهم منها. ما راح يجيني نوم قبل ما أشوفها، ما بيجيني نوم. شو هالورطة اللي وقعت فيها يا أخي؟ خرجوا حتى يعرف حدوده. بس الزلمة تجوز وعنده متأخر ومتقدم وعلقة إلها أول ما لها آخر. لا تخافي، إذا هو ما أسعف ذكائه بالتخلص أنا لا يمكن ذكائي يخونني. شو رح تعملي؟ رح طالع من هالورطة مثل الشعرة من العجين. ولا يهمك، قومي قومي غلي لي فنجان قهوة. على عيني. بس وينك شهناز؟ اوعك تغلطي قدامه وتقولي له انه انا كنت اعرف الملعوب. ليش انت التانية كنتي بتعرفي؟ شو عملت معك؟ يا حرام ما عملت شيء، القطب ياكل لك عشاكي. ليش هيك عم تحكي معي؟ بعرفك شيء؟ هلا لا تجرمي علي، ليلي ليش هيك عملتي معي هالعملة السوداء؟ كان قصدي امتحنك، يا ترى بدك تقطعها برقبتي وتتسلى ولا بدك تتجوزني عن حقا؟ ها وما لقيتي غير هالاسلوب؟ ما لقيتي؟ فرحتي هلا؟ هي تجوزت غيرك؟ ولا يهمك، ترك كل شيء علي. لك شلون ترك كل شيء علي؟ شلون ترك كل شيء علي؟ صار عندي زوجة ومتقدم ومتأخر. ولا يهمك، يلي طالع الجمل على الجبل بيحسن ينزله، بس بتعمل مثل ما رح قلك. ها ولك بعمل بعمل، بس خلصيني من الورطة ببوس ايدك. اسمع، البوجك باشي بيحب الحسب والنسب والأصول العريقة كتير. شو يعني؟ اسمع لأحكي لك بالتفصيل. أمي ولاد خالتي جايين يباركولي يا سيدي البوشك. يخرب بيتك، شو هالأمي هاي؟ وليك هذا مش من الفلتر، وهذا الثاني ساعد قرصان. هذا هربان، حرامي هربان، هذا مش من الفلتر. شو هالأمين هدول؟ ليش جايبون؟ سيدي صحيح، بس يعني طلعوا براءة، كانوا محكومين بس طلعوا من السجن، صاروا أحرار. بيتك وبيتهم، بكسر رجليهم إذا بشوفهم هون. قراصنة حرامية. لا سيدي لازم تغرق. ليش يا عمي البوشك؟ ليش؟ إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. خلاص أنا قلت كلمتي وخلاص. ما بعرف يا عمي البوشك، يعني مصر؟ إيه طبعا مصر، هذا اللي بده يصير فورا، بدك تطلقها.
لكن انا بدي المتقدم خده والمتاخر خده كمان ورد اعتبار وشرفيه لانه ليلى ما اللي بدك يا خذ يلي بدك يا بس لا تورجيني وشك وش القوم ببيتي بعد اليوم يلا من هون يلا حاضر حاضر عمي حاضر عم تضحكوا ما هي؟ شو بدك يانا نبكي لكان؟ وحضرتك عصمت خانم كنتي عرفانة بكل شيء وساكتة؟ معلوم شهناز رفيقتي من زمان وعرفانة ما في حدا غيرها بيطلع قدك. بقى مين غلب أنا ولا أنت؟ وإن شاء الله رح تعملي معي هيك بمستقبل حياتنا. حياتنا؟ حياتنا؟ يا حرام المسكينة ما عندها خبر. بدك تخطبها يعني؟ ما بعرف خلينا نسألها شو رأيها بقى. شو رأيك شهناز؟ بس أنا أمي ما بدها تجوزني وبتقول عني غشيمة وما بعرف أحكي وبتفركش وقتلي بمشي. بس 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 لحد هون وبس يا ستي. صدقت وآمنت. صدقت شو؟ بأنه كيد النسوان غلب ذكر رجال.